فكنا بقى بنقول ايه يا استاذ؟ كنا بنقول انه المشوار، يعني الخطوات اللي حصلت لحد ما وصلت الى انه خالد احنا عايزين نتعاون معاك في كذا وفي كذا. هقول لك استكمالا للنقطه بتاعت ان دخلت هندسه. فاول ما اتخرجت قلت لاهلي خلاص انا خدت الشهاده اهو، حققت لكم اللي انتوا عايزينه، محدش ليه دعوه بيا. فبدات ادور على شغل في الموسيقى، يعني كنت ساعتها ما درستش ما كنتش ساعتها درست موسيقى بشكل اكاديمي يعني، ولكن كنت بعلم نفسي منذ الصغر يعني. انا شخص عامه بحب القرايه جدا ودحاح جدا، ويعني فكنت بذاكر مزيكا بالتوازي مع الهندسه يعني بس. فبدات ادور على شغل، وكنت اوريدي مؤلف مجموعه من المقطوعات يعني، فبدات ابعتها للشركات وكده، لحد ما ابتدى يجي لي مشروعات صغيره خالص كده، اللي هو افلام قصيره، افلام مستقله اللي هي بتدخل في مهرجانات وبتاع وهكذا. فمهم صدفه ان اول فيلمين عملتهم خدوا جوائز على الموسيقى بتاعتهم، كان فيلم اسمه عشم، كان فيلم مستقل سنه 2012، كان عندي 22 سنه، وبعديه فيلم ديكور حلو. كان بتاع استاذ مجد الكدواني، عارف وساعتها برضو خد جايزه احسن موسيقى في كذا مهرجان يعني بس. ف ابتدى يعني اللي هو ايه الشغل يجيب بعضه نوعا ما كده، وبعدين حسيت ان هو لا، انا عشان اقدر اعمل ده بجد بقى لازم ادرس بشكل حقه حقيقي يعني بس. فقمت مقدم على دراسه في بريطانيا ان انا اخد ماجستير في التاليف الموسيقي بس، وقدمت على المنحه وجات المنحه الحمد لله، ورحت في 2015 واتخرجت بامتياز، ورجعت بقى يعني بقيت اللي هو ماسك الناحيتين بقى، اللي هو بقى فيه نوعا ما خبره في السوق وفي نفس الوقت معايا الشهاده الموسيقيه يعني اللي هو الدراسه الاكاديميه للموسيقى يعني. والعيله ما تناقشوش معاك بانه انت ازاي ما تشتغلش بالهندسه وتقعد تعرف ده؟ عايز اقول لحضرتك يعني النقاش ده فضل داير لحد مثلا اول امبارح هقول لك لحد مثلا مسلسل الاختيار الموسم اللي فات كده، اللي هو ساعتها حاسه لا الواد ده بيفهم، الواد ده عارف هو بيعمل ايه يعني، اللي هو خلاص بقى كده يعني خلاص. لكن طب لما لقوك خدت منحه دراسه الماجستير في الموسيقى في بريطانيا، ما حسوش بانه هو كده ماشي صح؟ هم ساعتها يعني كانوا مستغربين الموضوع جدا وشاكين برضو، اللي هو يعني حتى لما تروح وترجع هتعمل ايه بال يعني ايه اخره اللي انت بتعمله ده يعني. هو ما كانش عندهم تخيل ان ده هيؤدي الى حاجه في الاخر، او يعني ما كانش عندهم تخيل ان ده هتقدر تفتح بيت باللي انت بتعمله ده يعني. ايوه بس ف كنت دايما بمشي معاهم باسلوب ايه بقى، اللي هو ادوني بس 6 شهور ولو لقيتوني بعك هعمل اللي انتوا عايزينه بالظبط. العب على عنصر الوقت على طول. بالظبط فالحمد لله يعني كانت دايما بتظبط يعني. طب انت الموضوع ده نفسه ما قلقكش، اللي هو انت مش هتاكل عيش يعني، خلي بالك انت بتعمل موسيقى بشكل مختلف، انت مش بتعمل حاجه كوميرشال، ما هياش بوب ميوزك. ده حقيقي، ده حقيقي. لا طبعا بيقلقني جدا، وما زال لحد دلوقتي بيقلقني جدا، لان هو يعني تاريخيا المؤلف الموسيقي عموما بيبقى يعني البيك بتاعته بتبقى مده مثلا فنفترض 10 سنين او حاجه، الا طبعا في ناس فلتات يعني. ولكن بشكل عام يعني حتى الناس اللي احنا بنعتبرهم ناس شاطره جدا بتبقى البيك بتاعتهم فتره قصيره، وبعدها خلاص يعني السوق بيتجه لانواع اخرى من الموسيقى. فده طبعا حاجه شغلاني جدا جدا حتى دلوقتي، والشغل الحمد لله كويس وكل حاجه، ببقى مش عارف طب كمان 10 سنين هعمل ايه في حياتي يعني بس. ولكن بيسندني برضو فكره ان انا عشان معايا شهاده في الموسيقى، فيعني فكره ان يبقى عندي كارير في الاكاديميك سايد من المزيكا. صحيح. يعني فبرضو كده يعني هترضي يعني بشكل او باخر انا ماشي في مسار اكاديمي. ده معناه انت ناوي تكمل بعد كده يبقى في دكتوراه او بي اتش دي؟ انا كنت بدات اوريدي اصلا، وبعدين كورونا بقى جت واضطريت ارجع بس، فيعني عطلت الموضوع الدكتوراه ده شويه يعني، بس ناوي ان شاء الله ارجع اكمل. إيه بقى اللي حصل؟